أحسن الله عليكم. وهذا سائل يسأل عن الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها، وهل لها شرب الزعفران مع القهوة وتمشيط شعرها؟ أما تمشيط شعرها وإصلاحه فلا بأس به، إلا أنها ما تستعمل فيه الطيب، ما تستعمل الطيب لا في رأسها ولا في بدنها وهي محدة، تتجنب الطيب بأنواعه، ومن ذلك الشرب، ومن ذلك شرب ما فيه طيب أو رائحة، رائحة الطيب كالزعفران وغيره مما فيه رائحة طيب، تتجنبها المرأة المحدة. نعم.